قبل ما تقولين اي شيء، ترى انا مالي شغل بكل اللي صار. دام قاعد تدافع عن نفسك قبل لا اسالك، معناها عارف نفسك انك غلطان. لا لا، مو قصه غلطان، بس يعني الفطور برا ترى ما كان اقتراحي، كان اقتراح شهد، وانا خفت يعني، قلت لهم خاف امكم تزعل ولا تعصب علينا، بس يعني هم اصروا علي، وانا حرام اكسر خاطري، ما بغيت اكسر بخاطرهم. وبعدين ترى يعني بكل حالات هم كانوا بيروحون، يعني وجودي ما غير معاهم شيء. ترى انا ماني جايه عشان اسمع مبرراتك السخيفه. ابيك تفهم شيء واحد، ممنوع البنات يتعلقون فيك، وياك تفكر تلعب معهم بعذر انك انت اخوهم. ما بالبنات يتعلقون بواحد كذاب نصاب وغريب عنهم.